اهتمام سياسي وشعبي بتشكيل تحالف عراقي نينوى لحماية هوية المحافظة وتعزيز أسس العيش المشترك فيها وإقالة المرعيد. محافظ صلاح الدين يعد افتتاح جوازات سامراء شاهدا على الاستقرار الأمني ويدعو إلى إنهاء عسكرة المدن لتسريع خطوات الإحمار. مراقبون يستغربون إصرار صندوق إعادة الإعمار على مصادرة حقوق صلاح الدين وعودة عوائل داعش بين الرفض والقبول. وعبد المهدي في الصين لإنقاذ الاقتصاد العراقي بتفعيل الاستثمارات والداخلية تحبط محاولة للاستيلاء على نادي المنصور.